بتاع غزو قطط رود الفرج، مستشفى رود الفرج العام في الأيام اللي فاتوا. الحقيقة كان فيديو رائع لأنه توثيق لمدى الإهمال والاستخفاف بحياة المرضى في مصر. الحقيقة التوثيق ده مهم قوي قوي، وده بيخلينا ان احنا نأكد حاجة، انه دور الإعلام مش بس يعني التشهير، لكن الوصول للحقائق لتحسين الخدمة وتحسين الأداء. إذا كان البرلمان دوره الرقابي والتشريعي، أحد أدواته برضو وأزرعه والتولز بتاعته هي التحقيقات الصحفية والتبليغ من المواطنين بشكواهم عن خلل أو قصور في أحد المجالات. التقصير في القطاع الطبي طبعا ما نقدرش ننكره، صورة يعني الإهمال الفظيع والقطط وغياب الأطباء عن التواجد في العيادات وفي الاستقبال وفي الحاجات دي، الحقيقة ده شكوى متكررة في مستشفيات مصر بشكل كبير. يمكن يعني لازم نرجع ونشوف أصلها إيه وجذور المشكلة إيه وتتحل إزاي. مش الحل إن أنا أعاقب مدير مستشفى أو أجازي دكتور، لكن الحقيقة إحنا محتاجين نرجع نقيم المنظومة الصحية كلها في مصر، ونرجع نتكلم على الأداء الطبي وعلى التأمين الصحي الشامل اللي نص عليه الدستور.